شكرا ليك. علاقة خاصة جدا بين حضرتك وبين الجنرال جوهري، الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. والعلاقة دي زي ما قلنا بدأت من 85 90 98. قول لي ايه سر العلاقة الخاصة بينك وبين الجوهري رحمة الله عليه؟ بص، الكابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه، يمكن انا اتعاملت معاه حتى وانا بلعب، يعني وانا بلعب تحت 15 سنة. كان هو بيتولى تدريب 15 سنة، وكان ضابط هو في القوات المسلحة أيامية، وكان التدريب بتاعنا في القيادة، في القيادة كده ناحية كوبري القبة، معسكر الجيش. معسكر الجيش كنا نروح، كنت اركب الاتوبيس من التحرير انزل كوبري القبة اروح على اتحاد الجيش. ده اللي وديتهولنا. فحياتي مرتبطة بالكابتن جوري، والكابتن جوري كان دائما رحمة الله عليه، كان دائما بيحب يعشق التدريب، يعشق التدريب. يعني 15 سنة لما تيجي تبص على الملعب تلاقي الملعب متوضب كأن مثلا منتخب مصر هيتمرن، والله العظيم يا كابتن كأن منتخب مصر. فتعاملت معاه كمدرب وانا 15 سنة. بعد كده سنة 85 هو خدني معاه في الفريق الأول، والحمد لله خدنا بطولة أفريقية ساعتها برضه. كنت حضرتك مساعد لكابتن جوهري؟ مساعد لكابتن جوهري وحصلتوا على اللقب الأفريقي وقتها؟ اللقب الأفريقي وقتها خدناه. وبعد كده استمريت أنا برضه في فرق الشباب وإلى أن جت سنة 88 89 برضه عرض عليا منتخب مصر في هذه الفترة، ورحت توليت منتخب مصر مدرب عام مع كابتن محمود الجوهري. والحمد لله يمكن الفترة دي كنا انا والكابتن جوهري كنا في ابو ظبي، واتنقلنا من ابو ظبي لمنتخب عمان. وجالنا الكابتن سمير زيار رحمه الله عليه وقال لنا يا جماعه انا عايزكم ترجعوا عشان تمسكوا منتخب مصر. فالكابتن جوهري قال لي ايه رايك؟ قلت له والله يا كابتن انا شايف منتخب مصر برضو حاجه كويسه، حاجه كبيره. حاجه كبيره. فرجعنا فعلا منتخب مصر، وابتدينا بقى نجهز نفسنا لكاس العالم. والحمد لله يمكن الامور كانت جميله جدا، والامور وصلتنا كاس العالم، وايضا بوركينا فاسو برضو الحمد لله كان مشوار كويس جدا، مع ان الناس كانت قلقه جدا، والجماهير والاعلام كانوا قلق جدا الفتره دي. كابتن ايمن انت عارف طبعا انا عشت القصه، والحمد لله يمكن المشوار مع الكابتن محمود الجوهري كان مشوار كله فيه نجاح الحمد لله يعني.